أعزائي المتداولون، أهلا وسهلا بكم. ومع الاستطلاع اليومي من ديلي فوركس، الين الياباني أصبح أقوى بشكل واضح، كما هو الحال مع الدولار الأمريكي. مع وصول الين الياباني إلى أعلى مستوياته خلال 18 شهر مقابل الدولار، مع بداية تركيز السوق على محضر اجتماع لجنة FOMC، تراجع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي إلى القاعدة القريبة من المستوى 0.95 قبل أن يرتد للأعلى قليلا، ولكن يبدو بأنه محصور بالمقاومة الجديدة عند 0.9568. يقوم زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بالتدعيم مع ميول تصاعدية بين 1.1337 و 1.14. زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني وصل إلى أدنى مستوى جديد له خلال 18 شهر يوم الأمس، ما دون حاجز الدعم النفسي عند 110، على الرغم من أنه يبدو ثابتا بشكل مقنع حتى الآن. شكرا لكم وتداولا موفقا.